السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة إن شاء الله مع أصحابي في KG1 ومنهج كونكت بلس الترم الأول، وإن شاء الله النهاردة هناخد مع بعض يونت 2 in my classroom أو في حجرة الفصل بتاعي في فصلي، وطبعا ده في المحور الاول who am I من اكون. واحنا عرفنا المرة اللي فاتت ان المنهج بتاعنا في الترم الاول في 4 units او 4 وحدات. النهاردة ان شاء الله هناخد unit 2 او الوحدة التانية، علشان خاطر نبقى خلصنا شرح نص المنهج بتاع الترم الاول، والحلقات الجاية نبتدي نحل مع بعض الاكتيفيتي بوك او كتاب التدريبات الخاص بيها، ونكمل مع بعض الشرح بشكل سليم. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا unit 2 in my classroom او في حجرة الفصل بتاعي هي بتكلمنا عن الفصل بتاعنا في المدرسة او في السكول اللي احنا فيها، وطبعا هي يونت جميلة جدا، بتعرفنا بعض المعلومات المهمة جدا الخاصة بأدواتنا المدرسية والحاجات اللي احنا بنستخدمها واحنا في الكلاس روم، الحاجات اللي موجودة حوالينا. اول حاجة بتبقى موجودة في ايدنا بنستخدمها واحنا بنتعلم هي البنسل، بنسل او قلمنا الرصاص، بنسل او قلمنا الرصاص زي ما احنا شايفين قدامنا، هو ده البنسل او القلم الرصاص. وتاني حاجة بنستخدمها واحنا في الكلاس روم كمان ان هي البن، البن او قلمنا الجاف. يبقى اول كلمة مهمة جدا عندنا بنسل، بنسل قلم رصاص. تاني حاجة عندنا بنستخدمها في الكلاس روم هي البن، بن او قلم جاف. وتالت حاجة بنستخدمها واحنا في الكلاس روم كمان هي الاريزر، الاريزر يعني الممحاة، يعني الاستيكة اللي احنا بنمسح بيها الحاجات اللي ممكن نكون كتبناها بشكل غلط طبعا واحنا بنكتب بالبنسل بتاعنا، يبقى اريزر، اريزر. يبقى عايزكم تقولوا ورايا مرة كمان بنسل، 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 بن، 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 eraser, eraser, eraser. رابع حاجة بنستخدمها يا أصحابي وإحنا في الكلاس روم هي الشاربنر، الشاربنر أو البراية، شاربنر، شاربنر، شاربنر. مرة كمان شاربنر، شاربنر، شاربنر. وفي كمان حوالينا في الكلاس روم بعض الحاجات اللي بنشوفها واحنا قاعدين واحنا موجودين في الكلاس، زي ايه مثلا؟ زي البورد، البورد او اللوحة اللي هي السبورة اللي بيكتب عليها بالقلم بتاع السبورة، بورد، 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 بورد يعني سبورة. وفي كمان واحنا في الكلاس روم بنبقى قاعدين على التشير، تشير، chair، chair يعني كرسي، الكرسي بتاعنا الجميل الصغير. نقول مرة كمان chair، chair، chair. وبيبقى قدامنا واحنا قاعدين التيبل، التيبل او الترابيزة المنضدة، الترابيزة الصغيرة بتاعتنا، table، 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 table يعني ترابيزة، يعني منضدة، يعني ترابيزة صغيرة. وبيبقى حوالينا في كلاس روم وفي السكول بتاعتنا بعض الحاجات بنشوفها واحنا في المدرسة، زي مثلا البلاي جراوند، البلاي جراوند او الفناء، الفناء اللي احنا بنسميه واحنا بنقول مثلا في الحوش بتاع المدرسة ده اسمه بلاي جراوند، بلاي جراوند يعني الفناء، المكان اللي احنا بنخرج فيه في الفسحة وبنلعب فيه ده اسمه البلاي جراوند، بلاي جراوند، بلاي جراوند، بلاي جراوند يعني الفناء. بنتعلم في المدرسة بعض الحاجات، الحاجات اللي احنا بنتعلمها يا اصحابي حاجات جميلة قوي. اول حاجة بنتعلمها مثلا النمبرز، النمبرز اللي هي الارقام، نمبرز، نمبرز، نمبرز. واحنا النهاردة في يونت 2 او في الوحدة التانية هنتعلم النمبرز from 1 to 10، الارقام من 1 ل 10. زي ما قلنا قبل كده ان منهج كونكت بلس منهج جميل جدا، بيعلمنا حاجات مهمة جدا
ومن الحاجات اللي بنتعلمها في الكونكت بلس جزء خاص بالماس او بالرياضيات، بيساعدنا ان احنا نفهم الماس او الرياضيات، وده طبعا بيبقى جنب الماس جورنال او الكراسة الرياضيات اللي موجودة في كتاب ديسكوفر. فاحنا هنا هنتعلم في يونت 2 النمبرز فروم 1 تو 10. اول رقم لازم نبقوا عارفين بيتكتب ازاي بالارقام وبالحروف هو نمبر 1 زي ما احنا شايفين قدامنا، هو ده نمبر 1 وبيكتب بالارقام بالشكل ده وكمان بالحروف بالشكل ده. تاني رقم المفروض نتعلمه هو نمبر 2 او رقم 2 طبعا ده شكل نمبر 2 او رقم 2 وبالارقام وبالحروف كمان. ثالث حاجة بعد كده نمبر 3 وطبعا ده شكل نمبر 3 بالارقام وبالحروف. بعد كده نمبر 4 طبعا ده شكل نمبر 4 بالارقام وبالحروف. بعد كده نمبر 5 وطبعا ده شكل نمبر 5 بالارقام وبالحروف. بعد كده نمبر 6 وطبعا ده شكل نمبر 6 بالارقام وبالحروف. بعد كده نمبر 7 وطبعا ده شكل نمبر 7 بالارقام وبالحروف. بعد كده نمبر 8 وطبعا ده شكل نمبر 8 بالارقام وبالحروف. بعد كده نمبر 9 وطبعا ده شكل نمبر 9 بالارقام وبالحروف. واخر رقم هنتعلمه هو نمبر 10 يعني رقم 10 وده شكله طبعا بالارقام وبالحروف. في حاجات كمان جميلة قوي المفروض نتعلمها في يونت 2 او الوحدة التانية، وهي الشيبس او الاشكال الهندسية. الشيبس او الاشكال الهندسية اللي احنا المفروض نتعلمها في يونت 1 هي بعض الاشكال الهندسية اللي بنشوفها في حاجات كتير حوالينا، زي مثلا الحاجات اللي شكلها مدور زي الكورة مثلا. فاول حاجة الدايرة او السيركل يعني دايرة. مرة كمان سيركل وده شكل الدايرة زي ما احنا شايفينه قدامنا. تاني شيب او تاني شكل هندسي المفروض نتعلمه هو التراينجل او مثلث. لازم نبقى حافظين الكلمات اللي انا بقولها دي كويس علشان خاطر نبقى فاهمين المنهج بشكل سليم، وعلشان هيتبني عليها حاجات بعد كده مهمة. فهي كلمات جميلة وبسيطة المفروض ان احنا نبقى عارفينها كويس وحافظينها كمان. فيبقى تريانجل يعني ايه؟ يعني مثلث. وطبعا زي ما احنا شايفين قدامنا هو ده شكل التريانجل او المثلث. تالت شكل هندسي المفروض نتعلمه مع بعض هو السكوير يعني مربع. سكوير يعني مربع، وطبعا ده شكل السكوير او المربع. واخر شكل هندسي هنتعلمه مع بعض هو الريكتانجل يعني مستطيل. ريكتانجل وده شكل الريكتانجل او المستطيل زي ما احنا شايفين قدامنا. طبعا يا اصحابي واحنا في الكلاس روم بنشوف التيتشر او المعلم اللي بيعلمنا، المدرس او المدرسة. تيتشر يعني معلم او معلمة. وطبعا واحنا في السكول او في المدرسة بنقابل بعض الشخصيات زي مثلا أمين أو أمينة المكتبة اللي احنا بنروح نقرأ فيها القصص الجميلة والكتب الجميلة. أمين المكتبة أو الشخص اللي ماسك المكتبة وبيخلينا نستعير الكتب أو القصص ونقراها اسمه librarian يعني أمين المكتبة.
Librarian. Librarian يعني أمين المكتبة. Librarian. 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 وكمان ممكن نقابل النيرس لو لا قدر الله احنا عيانين او بناخد تطعيم، هنروح عند النيرس. نيرس يعني ممرضة. نيرس. نيرس. نيرس يعني ممرضة. يونت 2 يا اصحابي بنتكلم فيها عن جزء اتكلمنا عنه في يونت 1، وهو ادوات الاشارة زي ما قلنا المرة اللي فاتت، ازاي بنشاور على حاجة لو حاجة واحدة او شخص واحد قريب مني في المكان بقول عليه this is. فمثلا لو انا قاعد في الكلاس روم وقدامي القلم على التيبل او على الترابيزة، فبقول this is a pen. this is a pen يعني هذا قلم جاف. يبقى لما بشاور عليه هو قدامي على التيبل وانا قاعد في الكلاس روم، ممكن اقول this is a pen يعني هذا قلم جاف، يعني هذا قلم جاف. مرة كمان this is a pen. this is a pen. this is a pen. وكمان مثلا لو انا قاعد وقدامي الاستيكة او الممحاة على الترابيزة او على التيبل قدامي، ممكن اقول this is an eraser. this is an eraser. this is an eraser يعني هذه ممحاة او هذه استيكة. يبقى احنا كده فاكرين لما نيجي نشاور على حاجة واحدة قدامنا او شخص واحد قدامنا وقريب منا في المكان بنقول عليه this is. طب ليه انا قلت a pen وليه قلت an eraser؟ ليه قلت a pen وليه قلت an eraser؟ علشان يا اصحابي في مجموعة حروف في اللغة الانجليزية اسمها ال vowels. ال vowels او الحروف المتحركة. ال vowels او الحروف المتحركة دول خمس حروف اللي هما ال A وال I وال E وال O وال U. A I E O U. مرة كمان A E I O U. مرة كمان A E I O U. الحروف المتحركة او ال vowels دي هما حروف ليهم صفات خاصة بيهم غير باقي الحروف، بيأثروا على نطق الكلمات. لما بيبقوا موجودين في أي كلمة بيأثروا على النطق بتاع الكلمة دي، وليهم قواعد خاصة بيهم في الفونكس أو في الصوتيات أو في نطق الكلمات. المفروض أن الفاولز أو الحروف المتحركة دول اللي هما الخمس حروف دول لما بيجوا في أول أي كلمة، يعني لما بيكون أي حرف من الفاولز دول أو الحروف المتحركة دول موجود في اول الكلمة زي eraser مثلا، اول حرف فيها حرف ال E. وطبعا يا اصحابي زي ما انتم شايفين انا قلت a pen و an eraser. a pen و an eraser. ليه انا قلت a pen وليه قلت an eraser؟ ال A وال an يا اصحابي دول اسمهم ادوات نكرة. الادوات النكرة دي اللي هما بنحطهم قبل اي حاجة انا مش عارف مثلا بتاع مين. a pen القلم اللي موجود على التيبل قدامي ده انا مش عارف هو قلم مين، قلم صديقي اللي جنبي على اليمين ولا قلم صديقي اللي جنبي على الشمال او اللي قاعد قدامي الناحية التانية، فهو قلم وخلاص. فعشان كده قلت a pen. وان eraser. an eraser برضو هي اداة نكرة بتقول ان الحاجة اللي انا بشاور عليها دي انا مش عارف برضو بتاعت مين. فالإريزر أو الممحال اللي أنا بشاور عليها دي ممكن تكون بتاعة أي حد من أصحابي اللي قاعدين معايا على الترابيزة أو على التيبل. فطبعا a pen و an eraser زي ما قلتلكوا دي أدوات نكرة، وأدوات النكرة دي أنا بشاور بيها على أي حاجة أنا مش عارف هي بتاعة مين. طب ليه أنا بقى قلت a pen و an eraser؟ أدوات النكرة يا أصحابي اللي هما الـ a والـ an دول بيتحدد انا بقول a او an على اساس الحروف الفاولز. الحروف الفاولز او الحروف المتحركة لازم تبقوا عارفينهم وحافظينهم كويس. الحروف دي ليهم قواعد الخاصة بيهم، بيأثروا على اي كلمة بيجوا فيها وبيأثروا على النطق بتاعها، بيخلوا النطق بتاعها بيتغير. والحروف الفاولز دول لو جم في اول اي كلمة زي مثلا كلمة eraser اول حرف فيها هو حرف vowel اللي هو حرف الاي، حرف متحرك. ما ينفعش اي كلمة بتبدأ بحرف متحرك من الحروف الخمسة دول اجيب قبل منها a، لازم اجيب قبل منها an. فعلشان كده انا قلت an eraser. يعني اي كلمة بتبدأ باي حرف من الحروف الخمسة دول اللي هما الفاولز الحروف المتحركة ما
ما ينفعش اقول قبل منها لازم اقول قبل منها ان، زي مثلا ما قلت ان اريزر. طب لما انا طب لو جيت طب مثلا كلمه بوك، كلمه بوك اقول قبل منها ولا ان؟ شاطرين، اقول بوك، لان كلمه بوك بتبدا بحرف البي وهو مش حرف من الحروف المتحركه او الفاول زي ما عرفنا. طب لو قلت لك كلمه ابل، ابل او تفاحه، اقول قبل منها ولا ان؟ شاطرين، ان طبعا، لان هي بتبدا بحرف الاي وهو حرف من الحروف المتحركه او الفاولز زي ما قلنا من شويه. فادوات النكره اللي هما الا والان بستخدمهم على حسب اول حرف في الكلمه. لو كان الحرف الاولاني في الكلمه هو حرف من الحروف الفاولز بقول قبل منها ان، لو هو حرف عادي او حرف ساكن من الحروف العاديه بقول زي ما اتفقنا من شويه. طب انا هديكم مثال دلوقتي هشوف انتوا فاهمين ولا لا. مثلا لو قلت لك بنسل، بنسل اقول معاها ولا ان؟ شاطرين، لان بنسل بتبدا بحرف البي زي ما احنا شايفين قدامنا، وبالتالي هي مش من حروف الفاولز فهنقول طب لو قلت لك مثلا اورنج، اورنج او برتقاله، هقول قبل منها ولا ان؟ شاطرين، هقول ان اورنج او برتقاله، لان هي بتبدا بحرف الاو وحرف الاو من الحروف الفاولز او الحروف المتحركه زي ما قلنا من شويه. والجزء ده طبعا جزء جميل وجزء جديد زي ما قلنا من شويه، هو خاص بالحاجات اللي انا بشاور عليها او الحاجات اللي انا بتكلم عنها وهي نكره مش انا مش عارف هي بتاعت مين. فلما مثلا بشاور على حاجه انا مش عارف هي بتاعت مين بقول عليها لو هي بتبدأ بحرف من الحروف الساكنة الحروف العادية، ولو هي بتبدأ بحرف من الحروف الفاولز او الحروف المتحركة اللي احنا قلنا عليها من شوية بقول عليها ان. وحاجة كمان عايزين نتعلمها في يونت 2 او في الوحدة التانية، لما اجي اسأل على عدد اي حاجة، العدد بتاع الحاجات، لما اجي اسأل على عدد فبقول how many، how many يعني كم عدد. فانت لما تحب تسأل مثلا على عدد اي حاجة بتقول how many. فمثلا لو انت بتسأل على عدد مثلا الاشخاص الموجودين في مكان معين فهتقول how many are there، how many يعني كم عدد، are there الاشخاص الموجودين، there there يعني هناك، how many are there كم العدد هناك، كم العدد هناك. وطبعا لما حد يرد عليك هيقولك مثلا there are، there are هناك مثلا، ممكن يقولك 10 يعني 10، there are 5 هناك 5، there are 7 هناك 7. فطبعا لما تيجي تسأل حد وتقوله how many are there، how many are there كم العدد هناك، فهيقولك there are هناك مثلا 10 او 5 او 3، اي طبعا رقم اكتر من 1 بنقول عليه ار لانه بيعتبر جمع. اللغة الانجليزية المفرد فيها هو واحد بس، الجمع فيها اي عدد اكبر من واحد. فزير يعني هناك، وهاو ماني يعني كم عدد، هاو ماني ار زير كم العدد هناك. فانا طبعا لما اجي ارد عليك اقول لك زير ار واقول لك العدد الموجود هناك. واخر حاجة يا اصحابي عايزين نتعلمها مع بعض في الجزء ده، عايزين نعرف يا اصحابي مع بعض it is. it يعني هو او هي لغير العاقل. يعني ايه هو او هي لغير العاقل؟ لما اجي اتكلم عن اي حاجة سواء الحاجة دي كانت حيوان وده طبعا بيعتبر غير عاقل، او اي كتاب او اي كراسة او اي قلم او اي حاجة جماد ما فيهوش روح بقول عليه it. it يعني انه، هو او هي، يعني اي جماد ما فيهوش روح، كتاب، كراسة، عربية، مبنى بقول عليه it. اي حيوان غير عاقل، كلب، قطة، اي نوع من انواع الحيوانات بقول عليه it هو كمان، هو او هي لغير العاقل. طبعا ده اسمه ضمير هو او هي لغير العاقل اللي هو it. فلما اجي اقول it ومثلا اقول لك على دايرة مثلا او على كشكول او على كتاب فبنقول is. is يعني يكون، it is انه يكون. وبعدين هنقول مثلا a circle،
A circle إنها دائرة، إنها تكون دائرة، إنها دائرة. يبقى it is a circle. It is a circle إنها دائرة. طب أنا ليه قلت a circle ما قلتش an circle؟ شاطرين كلكم يا حبايبي، لأن circle بتبدأ بحرف LC وهو حرف consonant أو حرف ساكن، مش حرف vowel أو حرف متحرك. واحنا عارفين ان الحروف الفاولز زي ما قلنا من شوية هي خمس حروف، اللي هما الـ A والـ E والـ I والـ O والـ U. وطبعا اخر حاجة هنتعلمها في unit 2 او في الوحدة التانية in my classroom في الفصل بتاعي، هما الـ phonics او الصوتيات والـ handwriting او الكتابة. طبعا عندنا حرفين هنتعلمهم في unit 2 او في الوحدة التانية، هما حرف الـ M وحرف الـ N. حرف الـ M يا أصحابي زي ما احنا شايفين قدامنا، هو ده شكل الكتابة بتاعته، ده الشكل بتاعه، وبيكتب بالشكل ده، ده الهاند رايتنج بتاعه. لما نيجي نكتبه بنكتبه بالشكل ده. عايزكم تدربوا كتير جدا على كتابة حرف الـ M وتقعدوا تكتبوا فيه كتير. رجعوا الفيديو قدموه تاني وشوفوا شكله بيتكتب ازاي علشان تتعلموا تكتبوه بشكل صحيح. وحرف الـ M يا أصحابي بيقابلنا في بعض الكلمات، زي مثلا كلمة ماوس، ماوس 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 يعني فم، ماوس يعني فم زي ما احنا شايفين قدامنا. طبعا لو في بنوتة اسمها مها، اول حرف فيها هو حرف الام، مها. وكمان ممكن يجي في اخر الكلمة زي كلمة classroom، classroom او حجرة الفصل، classroom او حجرة الفصل. فزي ما احنا شفنا من شوية ده شكل حرف الام، ودي طريقة الكتابة بتاعته، عايزكم تدربوا عليها كويس. ام ام ام. وتاني حرف يا اصحابي هنتعلمه في يونت 2 هو حرف الان. حرف الان زي ما احنا شايفين شكله قدامنا، وطبعا دي طريقة الكتابة بتاعته، وطبعا لازم نتعلم ازاي نكتب حرف الان بشكل سليم زي ما احنا شايفين قدامنا. وحرف الـ N هو بيقابلنا في مجموعة كلمات، زي مثلا كلمة nose، nose 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 يعني أنف، nose 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 يعني أنف. وكمان زي كلمة nurse، nurse 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 يعني ممرضة، nurse 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 يعني ممرضة. وممكن يجي في آخر الكلمة زي كلمة pen، pen 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 اللي هو القلم الجاف، pen pen pen. وطبعا زي ما احنا شايفين قدامنا ده شكل حرف الـ N، ودي شكل الكتابة بتاعته. وبكده نكون انهينا unit 2، وإن شاء الله المرات اللي جاية نكمل حل الأكتيفيتي بوك أو كتاب التدريبات بتاع كونكت بلس كي جي 1 الترم الأول. أتمنى أن أنتوا تكونوا استفدتم من درس النهاردة. لو استفدت من الدرس أعمل لايك، أتمنى ألاقي 1000 لايك تحت الفيديو أو 1000 واحد استفادوا. والأهم أنك تشارك الدرس مع أصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، وخليك متأكد دايما أن في حد غيرك محتاج المعلومة وبتفرق معاه كتير، وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.